اخباره ايه؟ زي الفل الحمد لله، لسه نايم بس متعملش دقوشه. حضلك الغدا؟ خليك جنبه يا حسن لحد ما حضلك الغدا. هو انت مالك يا حسن؟ فيك ايه؟ ولا حاجه يا ريتال، روحي شوفي كنت هتعمل ايه. لا مش هروح غير لما تقولي في ايه. مشاكل. رحت الريم؟ يبقى رحت لها. اقطع دراعي من هنا اما كانت هي ورا ضرب مروان. انا عرفت ان جوزها رجع من السفر، قابلته؟ وانت يهمك ايه؟ انت اللي تهمني مش حد تاني. انت العمدة، لازم بيتك دايما مفتوح للناس كلها في البلد يا حسن. لازم الكبير والصغير يعرف ان انت صاحب الكلمة وان كلمتك سيف على رقاب الكل. انا المستغرب له مش مصدقه كمية الحب اللي هبت عليكي فجأة دي. وانت تكره؟ لا طبعا، انا ما صدقت ان انت بقيت بتاعي لوحدي يا حسن. وبعدين مالك كده؟ هو انت بتتضايق لما بهزر معاك او ادلعك؟ لا ابدا، هتضايق من ايه؟ انا بس اللي دماغي مش رايقه. لا دماغك دي لازم تبقى رايقه كده وراسيه وعارفه رجلك بتحط الخطوه فين. لو ما كانش عشاني يبقى علشان ولادنا. ولا انت مش ناوي تخلف مني تاني؟ صحيح عبد الله راح، بس انا بقى ناوي اخلف منك دست عيال وكلهم يبقوا صبيان. الواد ابن مفيده ده يبقى اخوهم الكبير. بس انت عارف انا ايه اللي بيضايقني بقى يا حسن وبيعصبني جدا؟ ايه؟ ان انا لسه لحد دلوقتي بقول له يا ابن مفيده. طب ما تقولي له يا ولد حسن. اقول له يا ابن حسن؟ ما اقولوش ليه؟ لحد ما يجي ابن حسن من ريتال ويبقى سيد الناس، يا سيدي انا. عادل انا قلقانة عليك قوي. قلقانة عليا بجد؟ وشاغل بالي كريم؟ طبعا شاغل بالي، انت اهم حاجة في حياتي. عادل ليه كل ما اقول كلمة ما بتصدقهاش؟ بالعكس يا ريم، كل تصرفاتك معايا بتأكد لي ان انت بتحبيني وان كلامك صادق، وبتأكد لي كمان ان انت بتحبيني فعلا. بس نظرة عينيك بتقول غير كده. نظرة عيني ولا انت اللي مش قادرة تصدقي ان عادل الجبروت اللي بيطير رقبة اي حد بيغلط معاه في الشغل، ان عادل ده نفسه هو اللي ممكن يحب ويفضل جنبك طول عمره؟ أنا وأنت شبه بعض قوي، يعني أنا من نظرة عينيك دي أقدر أفهمك كويس. أقدر أعرف أنت بتحب مين وبتكره مين، بتقرب مين ليك وبتبعد مين عنك. عارفة اللي أنت بتقوليه ده اسمه إيه؟ اسمه عشق مش حب. اللي يفهم الإنسان اللي قدامه من نظرة عينيه، اللي يحس اللي جواه من غير ما يقوله، يبقى ده اسمه عشق. وده بيأكد لي ان انت بتحبيني بجد. هو انا فعلا كده، بس المهم انت بقى ما تكونش بتكذب عليا. لا يا ريم ما بكذبش عليكي، انا عمري ما اطمنت لحد ولا سلمت رقبتي لحد وانت عارفه الكلام ده كويس. لكن انا في الوقت الحالي ما بطمنش لاي حد غيرك انت، ولا اقدر اسلم رقبتي لحد غيرك انت يا ريم. جايز في الاول انا كان في حاجات كتير بتبعدني عنك، جايز في الأول كنت راسم لك صورة مختلفة عن الصورة اللي أنا باصص لك ليها دلوقتي. بس بجد بعد اللي حصل لي ده وبعد وقفتك جنبي، الصورة دي اتغيرت تماما. اه هي اتغيرت ليه بقى؟ اتغيرت الأحسن بكتير. فاكرة الأول يا ريم كنت بقول لك إيه؟ كنت بقول لك أنا عمري ما أفكر أتجوز، عمري ما أفكر أخلف. طبعا التفكير ده عندنا كلنا عشان الشغلانه الزفت اللي احنا شغالينها،
لان احنا عمرنا ما حسينا بالامان، عمرنا ما حسينا ان في مستقبل، لان مستقبلنا على طول مهدد بالخطر. بس بجد يا ريم، دلوقتي انا ما اقدرش ابص لحد ولا اثق فيه ولا اتكلم بالطريقه اللي انا بتكلم معاكي بيها دي. انا اول مره اشوفني بتكلم بالطريقه دي، ما اقدرش اتكلم مع حد غيرك انت بالطريقه دي يا ريم. هقول لك على حاجه تانية، انا ساعات بصحى من النوم وانت نايمه ادور عليكي، اخدك في حضني وانت مش حاسه، ساعات ببوس ايدك وانت نايمه، ولما بصحى من النوم ما الاقيكيش جنبي ببقى عامل زي البيبي الصغير اللي بيدور على امه. لما بسمع صوتك بحس ان انا مطمن. عارفه انا بحبك قد ايه؟ انا عايز اكمل حياتي كلها معاك يا ريم، انا بحبك. انت عارف انا نفسي في ايه قوي دلوقتي؟ في ايه؟ نفسي اخرج بره البيت، نفسي اشم هوا نضيف، نفسي قوي قوي اطلع كل الحاجات الوحشه اللي جوايا، نفسي اقعد قدامك كده واحكي لك، احكي لك على اللي انا عشته، كان وحش قوي. احكي وقولي اللي جواكي، انا سامعك، قولي كل اللي جواكي. عارف انا بتمنى ايه؟ ايه؟ حاجه بسيطه قوي، نفسي بس اعيش مطمنه، بس نفسي كده انام في حضن حد بيحبني واحد، وابقى مش خايفة من بكرة. هو ده الحب اللي أنا بتمناه. عارف الحب ده شكله إيه؟ حاسة معاك كده إن أنا مبسوطة، حرة، مش خايفة. بس ريم يا حبيبتي، أنا بجد حاسس ده كل اللي أنتي بتقوليه وأنا معاكي، حاسه بجد، أنا بحبك. بجد